مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة هتكون مليئة كالعادة بالعديد والعديد من الأخبار على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، وكمان كل ما يتعلق بالنادي الأهلي وآخر أخبار الفريق الأول لكرة القدم بالتحديد. ضيف حلقتنا النهاردة هيكون الأستاذ خالد عامر، الناقد الرياضي بموقع جريدة أسأل أسبانية، وهنتكلم في العديد من الأمور على الساحة الرياضية المصرية والعالمية بكل تأكيد. قبل ما نستفيد في الحديث كالعادة نروح نشوف أهم وأبرز العناوين، يلا بينا. الأهلي يتفوق على مانشستر يونايتد ودورتموند في تصنيف أندية العالم. الفريق الأول يواصل تدريباته في غياب اللاعبين الدوليين. الأهلي يخوض ودية الأسبوع المقبل استعدادا لمواجهة الزمالك. فايلر يمنح اللاعبين راحة نهاية الأسبوع لالتقاط الأنفاس. طبيب الأهلي يطمئن الجماهير على حالة عمرو السولية. المنتخب الوطني يبدأ أولى معسكراته تحت قيادة الجهاز الفني الجديد. وتقارير إنجليزية، إصابة صلاح ليست قوية وسيلحق بمواجهة مانشستر يونايتد. طيب في الحقيقة احنا عايشين حالة من السعادة المنطقية بكل تأكيد بعد انتصارات الأهلي المتتالية، والأهم كمان من كده الأداء الرائع اللي بيظهر بيه فريق الأهلي خلال الفترة السابقة والمرحلة الأولى تحت قيادة مستر رينيه فايلر، وبالتالي الناس كلها في الحقيقة مبسوطة، جمهور النادي الأهلي غاية في السعادة وأملا أو عنده أمل كبير جدا في مواصلة هذه الانتصارات وهذا الأداء الرائع. بالتالي احنا في فترة تعتبر فترة انتقالية ما فيهاش مباريات إطلاقا، بالتالي بيبقى في استعداد في برامج محددة للاستعداد للمرحلة المقبلة، بتتمثل في عدد من التحديات أبرزها وأهمها وأولها مباراة نادي الزمالك اللي إن شاء الله هتكون يوم 19 من الشهر الجاري، من المفترض أنها هتكون في استاد القاهرة حتى هذه اللحظة، وطبقا للجدول الموضوع من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قبل بداية بطولة الدوري، واللي كانوا حددوا فيه موعد المباراة ومكانها كمان، فبالتالي هي هتكون مباراة غاية في الأهمية. لكن البعض شوية بيتكلم بالتحديد بعد تعادل نادي الزمالك بالأمس مع فريق اف سي مصر، وإن فرص النادي الأهلي هي الكبيرة في مباراة الزمالك والأهلي أفضل وفنيا أحسن وكلام من ده. الكلام ده يعني مش مطلوب إطلاقا خلال الفترة الحالية. الأهلي أفضل؟ أه طبعا الأهلي أفضل، عندنا مقاومات مميزة في كل الأحوال ما شاء الله، عندنا كل حاجة كويسة بالنسبة لفريق النادي الأهلي، لكن في نفس الوقت حتى لو الزمالك اتعادل مع فريق يعتبر ضعيف نسبيا، فريق اف سي مصر مع احترامنا الكبير ليه، لكن يبقى نادي الزمالك نادي كبير وصاحب إمكانيات كبيرة جدا، ومباراة القمة ما بيبقاش ليها أي حسابات، بدليل أن مباراة الأهلي والزمالك السابقة في السوبر كانت التوقعات كلها رايحة ناحية نادي الزمالك، وفي المقابل لأن النادي الأهلي عمل مباراة أكثر من رائعة وقدر أن هو يفوز ببطولة السوبر وبأداء كمان كان ممتاز بنتيجة 3-2، فبالتالي هذه المباريات ملهاش مقاييس، نغمة أن النادي الأهلي أفضل غير مطلوبة خلال الفترة الحالية ومش في مصلحة النادي الأهلي إطلاقا، خصوصا عزيزي المشاهد أن احنا الفترة الحالية عندنا بتحديد النادي الاهلي يعني عنده حوالي 13 لعيب في المنتخبات المختلفه، اذا لا قدر الله وارد ان حد فيهم او اكتر من واحد كمان يتعرض لاصابات، فممكن ده يؤثر على فريق النادي الاهلي في مباراه الزمالك، وده اللي احنا ما نتمناهوش اطلاقا، فبالتالي عايزين نتريث ونستنى لغايه لما المباراه تقترب نسبيا ان شاء الله. مباراه نادي الزمالك هي هتكون يوم السبت اللي بعد الجاي، ف ناخد الامور واحده واحده وباذن الله النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه ويقدر ان هو يفوز ويوسع فارق النقاط لخمسه نقاط مع نادي الزمالك، واحنا عارفين النادي الاهلي بيتصدر الدوري مبكرا ومنفردا بعد الجوله الثالثه برصيد 9 نقاط، بيجي بعديه في المركز الثاني والثالث بيراميدز والزمالك، وان شاء الله النادي الاهلي يستمر على هذا المنوال. بالتالي الفريق
بيواصل استعداداته، عارفين ان مستر فايلر كان لغى الاجازه اللي كانت مفترض ان هي 48 ساعه بعد مباراه اسوان، اتمرنوا امبارح وبيتمرنوا كمان النهارده، واستعدادات قويه حتى في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين في المنتخبات المختلفه. لكن مستر فايلر مصمم على هذه التدريبات ومصمم على تعديل بعض الامور وتطويرها خلال الفتره الحاليه عشان يكون الفريق بشكل كامل لائق ومهيئ بنسبه 100% لاول مباراه بعد هذا التوقف الدولي، واللي هتكون مباراه الزمالك باذن الله. علشان كده عايزين نطمن بشكل كبير جدا على استعدادات الفريق. نروح لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي. يا شريف مساء الخير عليك. حضرتك يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما اتفضلت وقلت ان النادي الاهلي بيستعد تمريناته من امس، يمكن النهارده تمرين كان في الخميس مساء طبعا استعدادا لبطوله الدوري الممتاز او العوده من مره اخرى للدوري الممتاز يوم 19/10. يمكن التمرين غايب عنه اللعيبه الدوليين اذا كان في المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، يمكن علي معلول غادر ايضا جمهوريه مصر العربيه، طبعا هو اتجه الى تونس، ولكن ديانج موجود في التمرين، جيرارد موجود في التمرين، يمكن عجيه ايضا موجود في التمرين. خليني اقول لك يمكن النهارده مستر فايلر بدا في بعض الاطالات في تمرين اليوم، وبعد كده عمل تقسيمه كبيره على شكل دايره، كان حريص بقى في ضغط واستلام وتسلم من اللاعبين. يمكن الان يجري امام التقسيمه في اخر المران، التمرين بدا في الخامسه ويمكن بقى لنا ساعه وشويه المران شغال، يمكن اخر فتره في التمرين هي تقسيمه، يمكن مقسم المجموعه اللي موجوده في ارض الملعب يمكن ثلاث مجاميع وبيعمل تقسيمتين خمسه وسط خمسه، ويمكن يتعلق فيها بشده شريف اكرامي وليد سليمان احمد الشيخ محمد محمود العائد من الاصابه بكل قوه، سعد سمير ايضا العائد من الاصابه، وصالح جمعه النهارده برضه لافت النظر في هذه التقسيمه. خليني اقول لك ان كان ليا يمكن لقاء او حديث مع لاعب حسام عاشور طبعا كابتن النادي الاهلي، نفى نفي شديد موضوع الاعتزال بعد نهايه الموسم، قال ما اعرفش الكلام ده بيطلع منين، ما اعرفش الناس بتتكلم ليه على لساني، انا مستمر في الملعب وربنا يقدرني واجيب بطولات اكثر واكثر لي النادي الاهلي. يمكن مستر فايلر حريص يمكن في هذه التقسيمه انه يوقف التقسيمه اكثر من مره علشان يصلح الاخطاء، والا النهارده في الظهور الاول للاعب النادي الاهلي مروان محسن، يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره كان حريص يقف مع حوالي 10 دقائق يطمئن عليه. يمكن مروان بدا النهارده واحده واحده يمكن يتاهل من جديد بعد اجازه يمكن استمرت حوالي 10 ايام وعذرا بسببها طبعا عمليه في الوادي، يمكن وشه لسه فيه ورم بسيط، نتكلم باذن الله في اسبوعين ويبدا يكون باذن الله باذن الله ما يغيبش اكثر من اسبوعين ويكون جاهز ويلبس وقفات القناع باذن الله ويبدا يشارك زملائه في استئناف بطوله الدوري. يمكن محمود متولي بقاله ثلاث ايام النهارده اليوم الثالث على التوالي بدا يجري في ارض الملعب الحمد لله، يمكن ما فيش زكه يمكن الجري كويس الخشب ما شاء الله كويس، نتكلم باذن الله في 10 ايام ويكون موجود. كريم نثبت ايضا في خلاص في المحطات الاخيره او في اخر محطه للتاهيل، وباذن الله برضه تتكلم من اسبوع او اسبوعين بكثير باذن الله ويكون موجود في الملعب. يمكن السوليه طبعا عرض الاشاعه بالامس على دكتور خالد محمود، واليوم هو في منتخب مصر بيعرض الاشاعه على دكتور منتخب مصر، طبعا السوليه الايام القادمه هيتاهل مع النادي الاهلي. خليني اقول لك يمكن في شفت اجهزه جديده او معدات جديده موجوده في استاد التتش، يمكن سالت عليها قالوا لي فعلا هنا مجلس الاداره استخدم احدث الاجهزه يمكن الات واجهزه لتحسين مستوى ارضيه التتش ومعدات جديده باذن الله يكون القادم افضل في الملعب التتش. على جانب الاخر مران حراسه المرمى يمكن شريف اكرامي علي لطفي احمد طارق، النهارده شفنا مدرب الحراس عامل ساتر كده او زي حيطه ومن خلفها الهياكل وبدا يعمل رد فعل عشان الحارس يقدر يعني يتعامل مع هذه الكرات في رد فعل اذا كان خارج اتجاهها او ما يكونش شايف الكره هتتشاط عليه، فتعلق في الثلاثي شريف اكرامي علي لطفي احمد طارق. خليني اقول لك ان الاهلي هيتمرن حتى يوم الخميس في الخامسه مساء، ويوم الجمعه والسبت هيكونوا اجازه، يوم الاحد هيعود التدريبات مره اخرى، يوم الاثنين باذن الله هيكون في مباراه وديه قبل استئناف الدوري. دي كل ابرز اجواء تمرين النادي الاهلي اللي بيقام ولسه مستمر الى الان. جميل امير، لو عندك اي استفسار انا معاك. المباراه الوديه يا شريف اتحدد هتكون مع مين ولا لسه؟
لا لسه النادي الاهلي ما اعلنش هتكون مع مين، ولكن يعني هم بيتكلموا على ثلاث اربع انديه، ولكن الى الان لم يستقروا على اسم النادي اللي هيكون موجود في ملعب الكوتشي يوم الاثنين باذن الله. طيب هل هيتم الاستعانه ببعض اللاعبين من قطاع ناشئي النادي الاهلي لسد العجز العددي بالتحديد في ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين في المنتخب؟ الهدف من هذه المباراه طبعا تجهيز ساعه، انا بتكلم بشكل عام مش عن المباراه بس بعض اللاعبين ولكن موجود بالفعل، موجود العربي بدري، موجود في التمرين، منعم السيرتباسي موجود في التمرين، عمار موجود في التمرين، يعني كان موجود يعني في بعض من لاعبي القطاع الناشئين موجود، موجود احمد طارق الحارس الواعد، يمكن في لعيبه كثيره موجوده من قطاع الناشئين، ولكن الى الان لسه ما طلعش قرار اذا كان هيكمل العدد في لاعبين في قطاع الناشئين ولا لا، ولكن الهدف من هذه المباراه طبعا هو تجهيز محمد محمود وسعد سمير وبعض اللاعبين علشان خاطر يخشوا في المباراه بسرعه. النهارده محمد محمود ما شاء الله ما شاء الله وسعد سمير بيتالقوا في التقسيمه، ربنا يقسمهم كده يا رب ويبقى اضافه كثيره للنادي الاهلي المقبل. فرص لحاقل السوليه ومتولي من مباراه القمه يا شريف. باذن الله باذن الله السوليه باذن الله موجود في مباراه القمه. انا من وجهه نظري ومن اللي شايفه محمود متولي باذن الله، محمود متولي موجود باذن الله في مباراه القمه. اذا الفرص كبيره بالنسبه للاثنين ان هم يلحقوا هذه المباراه ان شاء الله. قويه جدا باذن الله، وباذن الله النادي الاهلي يدخل هذا اللقاء ومعاه كمان سعد سمير ومعاه محمد محمود كل يبقى جاهز ويبقى تحت امر مستر فايلر يختار من الاصلح للعب هذه المباراه. وربنا يحمي ان شاء الله لاعبي المنتخبات المختلفه، لاعبي النادي الاهلي في المنتخبات يعني من الاصابه، عشان الامور تبقى ايه لائقه بنسبه 100% ان شاء الله يا شريف. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، واللي متواجد في هذه اللحظات بمقر النادي الاهلي بالجزيره وبالتحديد استاد مختار التتش بيتابع تدريب الفريق النهارده. الامور ماشيه بشكل كويس وان شاء الله نتمنى ان هي تستمر في هذا الاتجاه الايجابي علشان ان شاء الله النادي الاهلي يكون مهيئ بنسبه 100% لمباراه الزمالك، لان المباراه دي هتفرق كتير جدا من الجانب المعنوي بالتحديد وجانب الترتيب في الدوري. انت لما تكسب الزمالك يبقى 5 نقاط بدري بدري كده بعد الجوله الرابعه، ده شيء هيبقى كويس جدا معنويا ليك وسلبي جدا من الجانب المعنوي ايضا للمنافس التقليدي والكبير نادي الزمالك. ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في هذه الفتره. طيب خلينا نروح نشوف الاخبار اللي اتكتبت على النادي الاهلي في الصحف النهارده، يلا بينا. الاخبار، الاهلي السعيد يفتح ملف القمه، فايلر يعدد مكاسب خماسيه اسوان ويلغي الاجازات. الاهرام، 3 اسباب وراء الغاء اجازه فايلر رغم توقف الدوري، المدرب السويسري يبدا الاستعداد للزمالك ويترقب قرعه دوري الابطال الافريقي، ارتياح بعد نتائج الفريق ومحسن صالح يقترب من لجنه التخطيط خلفا لطه اسماعيل. الجمهورية، ودية استعدادا للزمالك، فايلر الأهلي يرفض الراحة. الأخبار اللامسائي، أشغال شاقة في الأهلي، فايلر يرفض الراحة ويطالب اللاعبين بنسيان العلامة الكاملة. المساء، فايلر يظهر العين الحمراء للاعبي الاهلي، المدير الفني الغى الاجازه، انتقد اهدار الفرص وهدد باستبعاد المقصرين. اخبار الرياضه، علامه كامله وعروض مستمره، الدقه السويسريه تعيد الروح للاهلاويه، فايلر يستكشف ثروات الاهلي التي دفنها لاسلك. أخبار الرياضة، حسين الشحات لأخبار الرياضة، حصلت على حقي وفايلر الصفقة سوبر للأهلي. الشروق، الأهلي يبحث عن وديتين في فترة توقف الدوري، السولية مهدد بالغياب عن القمة، فايلر حققنا المطلوب أمام أسوان رغم الظروف، وعبد الحفيظ الفريق يسير في الطريق الصحيح. الدستور، جيرالدو غاضب من تكرار استبعاده، والمدير الفني الموسم طويل، فايلر يبدا التجهيز للقمه والسولية يلحق بالمباراه. اليوم السابع، فايلر يمنح الاهلي الضوء الاخضر لبيع جيرالدو، ارتياح بعد ضم 7 لاعبين لقائمه المنتخب الوطني، والجهاز الفني يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهه الزمالك.
عفوا في عنوان اليوم السابع، الجهاز الفني يدخل مغاره الاستعداد لمواجهه الزمالك. غلطه قدامي بس بسيطه، لكن في كل الاحوال الاهتمام هيكون خلال الفتره اللي جايه بهذه المباراه، والحديث هيكون كتير في الصحافه سواء الاعلام بشكل كامل، سواء الاعلام المكتوب او الاعلام المرئي، وده شيء طبيعي لان مباراه الاهلي والزمالك مباراه قمه، وهي قمه الكره المصريه بكل تاكيد. لكن في بعض الاخبار لازم برضه هنعلق عليها، لكن خلينا نبتديها كده واحده واحده، ونبتدي بجريده الاهرام. جريده الاهرام بتتكلم على ايه النهارده؟ بتقول ثلاث اسباب وراء الغاء اجازه فايلر رغم توقف الدوري، المدرب السويسري يبدا الاستعداد للزمالك وترقب كره دوري الابطال الافريقي. نبتدي بالجزء الاولاني، ان في ثلاث اسباب من خلال اللي كاتبينه طبعا في جريده الاهرام. سبب الغاء الاجازه من قبل مستر فايلر، واحنا عارفين ان كان مستر فايلر مدي يومين بالظبط اجازه لفريق النادي الاهلي بعد مباراه اسوان، وتم الغاء هذه الاجازه. فبالتالي الاسباب الاستعداد الجيد لمباراه الزمالك، ده سبب عدم رضاه عن مستوى بعض اللاعبين، وده ممكن تكون من خلال وجهه نظره الفنيه، وممكن يكون هو شايف بعض الجوانب الجمهور ما ياخدش باله منها وعايز يعالجها ويطورها، وده شيء ايجابي جدا. وكمان لمتابعه التدريبات ومباريات الناشئين، ده طبقا يعني المكتوب في الخبر، عشان يختار بعض العناصر اللي يكونوا موجودين في التدريبات خلال الفتره القادمه بسبب نقص العددي. من ضمن اجزاء هذا الخبر ايضا ان المدرب السويسري يبدا استعداد للزمالك ويترقب قرعه دوري الابطال الافريقي. القرعه بعد بكره باذن الله، القرعه تبقى مهمه جدا، عايزين نعرف المجموعه بتاعه النادي الاهلي هتكون ايه. ان شاء الله نتمناها مجموعه مناسبه، رغم ان البطل دايما ما بيبقاش مترقب هيقابل مين او نفسه ما يقابلش مين وكلام من ده، لا، اللي عايز ياخد البطوله يكسب اي حد، يعني اللي يجي له يلعبه ويكسب، وان شاء الله باذن الله يكون موفق قدام كل المنافسين، لان المنافسه السنه دي على طول دوري ابطال افريقيا هتكون منافسه غايه في الصعوبه، فان شاء الله النادي الاهلي قدها وباذن الله يقدروا يجيبوا لنا هذا اللقب. ارتياح بعد نتائج الفريق ده بالطبع، ومحسن صالح يقترب من لجنه التخطيط خلفا لطه اسماعيل، فعلا هو الاسم الاقرب حتى هذه اللحظات. طيب نروح لجريده الجمهوريه، وجريده الجمهوريه بتقول ان في وديه، وزي ما خلاص احنا قلنا الكلام ده لحضراتكم، ان في مباراه وديه استعداد للزمالك، وزميلنا العزيز كمان شريف شعبان قال لنا المباراه هتكون يوم الاثنين اللي جاي، فبالتالي فايلر الاهلي يرفض الراحه، وده سياسه خاصه بالمدير الفني، لكن هيكون في راحه يوم الجمعه والسبت المقبلين، وبعد كده الفريق يستأنف استعداداته لهذه المباراه. نروح لجريدة المسا، واللي بتقول ان فايلر يظهر العين الحمراء للاعبي الاهلي رغم الفوز بخماسيه على اسوان. انا اللي بيعجبني دايما لما المدير الفني يكون شايف جوانب وسلبيات في ظل تواجد عدد رهيب من الايجابيات، فاذا ده معناها ان ده مدير فني مصحصح كده، عارف السلبيات ايه من وجهه نظره، اللي عايز يحاول يطورها ويحاول يعالجها، مش بس مهتم ومنتشي وفرحان بالبدايه الرائعه مع النادي الاهلي، لا، هو طول الوقت شايف ان في امور وفي قصور وبيحاول يعالجها ويحاول يطورها، وده شيء ايجابي جدا في الحقيقه، وبيعكس مدى الشخصيه المناسبه والجيده جدا لمستر فايلر. وبالمناسبه احنا بنقول المعطيات اللي قدامنا، يعني احنا مش بنشيد بالراجل بشيء او بشكل مبالغ فيه، لا، تصرفاته هي اللي بتخلينا نتكلم عنه، تصرفاته في الحقيقه حتى الان ايجابيه جدا لمصلحه فريق النادي الاهلي، فهو اكيد هيعالج بعض الامور خلال الفتره الحاليه. وهما بيتكلموا على انه كمان انتقد اهدار الفرص، احنا فعلا ضيعنا فرص كتير رغم ان احنا كسبنا خمسه، لكن الاهلي ضيع فرص كتير جدا في مباراه اسوان، وطبيعي هي كره كده، لكن دايما انت تحاول تعالج الجزئيه دي، تحاول تستغل اكبر كم ممكن من الفرص، وهدد باستبعاد المقصرين، يعني اكيد يعني دي سياسه خاصه بمستر فايلر، بيشوف اللاعبين اللي ممكن يكونوا بيأثروا شويه في التدريبات فبيستبعدهم، لكن الفتره اللي فاتت هو اشرف كل اللاعبين يعني، فده شيء ايجابي ما عدا لاعب او اثنين، لكن في كل الاحوال الراجل اعتقد ان هو وصل لقوام مناسب بنسبه ما لفريق النادي الاهلي، هيعتمد عليه خلال الفتره اللي جايه، في ظل كمان الاعتماد على بعض البدلاء اللي هيكونوا موجودين في خططه وافكاره للمرحله الهامه المقبله بالنسبه لمستر فايلر مع النادي الاهلي. نروح لاخبار الرياضه وتصريح لحسين الشحات، نجم نجوم النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه. حسين في الحقيقه عامل مباريات اكثر من رائعه وجايب اهداف كتير كمان، وده شيء ايجابي، وهو بيقول ان انا خدت حقي
وفاينر صفقة سوبر للأهلاوية. وهو اتكلم في مع أخبار الرياضة طبقا للمكتوب يعني في الخبر، إن الجميع في النادي الأهلي متكاتف والجميع عنده هدف واحد وهو إسعاد جمهور النادي الأهلي، وقال إن هو خلاص تخلص من الضغوط اللي كانت عليه فور انضمامه للنادي الأهلي واللي أثرت بشكل أو بآخر في أدائه. وكان الناس يعني منتظرة من حسين الشحات في أول ما جه من وانضم للنادي الأهلي مستوى أفضل من كده بكتير، لكن أكيد الضغوط كلنا كنا عارفينها، وكان في عذر واضح لحسين الشحات. لكن في كل الأحوال حسين الشحات بيؤدي في الفترة الحالية بشكل مميز جدا، وقال إن هو هدفه كله خلال الفترة اللي جاية إن هو يقدر يحصد أكبر كم ممكن من الألقاب مع النادي الأهلي ويسعد جمهور القلعة الحمراء، وإن هو مركز بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي، وقال إن تركيزه مع النادي الأهلي ده هو اللي أدى لتواجده في منتخب مصر. نروح لخبر آخر من الشروق. الشروق بتتكلم عن النادي الاهلي النهارده، بتقول ان الاهلي يبحث عن وديتين في فصل توقف الدوري. لا، هي وديه واحده خلاص يوم الاثنين اللي جاي. السوليه مهدد بالغياب عن القمه، يا رب ان شاء الله يلحق. يعني احنا بنتمنى لحق عمرو السوليه لاهميه هذا اللاعب وان هو رجله في الملعب يعني، لكن في كل الاحوال لا قدر الله لو ما لحقش عمرو السوليه، النادي الاهلي عنده عدد من اللاعبين في هذا المركز ابرزهم واجهزهم خلال الفتره الحاليه حسام عاشور واليو ديانج باذن الله. فايزر بيقول ان هو او ان احنا حققنا المطلوب امام اسوان رغم الظروف، ومباراه كانت صعبه جدا لكن النادي الاهلي قدر ان هو يفوز في اجواء حاره جدا جدا بنتيجه 5-1، فدي اللي كانت نتيجه كبيره. وعبد الحفيظ قال كمان ان الفريق يسير على الطريق الصحيح والاهلي ماشي بشكل جيد حتى الان، وان شاء الله يستمر في هذا الشكل. نروح بقى للاخبار الغريبه شويه. الدستور كل يوم الدستور، تمام كل يوم. جيرالدو غاضب من تكرار استبعاده، والمدير الفني قال له بقى رد عليه، احنا لازم مع جريدة الدستور يا جماعة نتخيل شوية، نوسع خيالنا شوية، مع احترامنا طبعا للجريدة واحترامنا للصحفي اللي كتب الخبر، لكن ان المدير الفني قال له الموسم لسه طويل يا جيرالدو، تمام؟ بالمناسبة هو جيرالدو تم استبعاده في انهي ماتشين؟ ماتش اسوان وماتش الانتاج. ماتش سموحة لعب اساسي، فيعني ما لحقش يقعد الفتره الكبيره المستبعد فيها، بالتالي عشان كده يزعل يعني. طب ما هو لو جيرالدو هيزعل، طب انت عندك عدد كبير جدا من اللاعبين ممكن كانوا بيستبعدوا، ليه ما نقولش اليو ديانج زعلان مثلا؟ ليه ما نقولش مين تاني؟ في كذا لعيب مثلا ما شاركوش بصفه اساسيه. فالموضوع مش كده اطلاقا يعني، جيرالدو ممكن يكون غيران ان هو نفسه يلعب، طبيعي اي لعيب نفسه ان هو يشارك. لكن في نفس الوقت ما فيش غضب او مفيش استياء من اللاعب او مفيش حديث حتى مع مستر فايلر، كل دي امور غير صحيحه اطلاقا. والمدير الفني بالمناسبه مستر فايلر شخصيته ما بتسمحش ان هو يقول اسباب استبعاد اللاعبين، ممكن لو اسباب بتتعلق بجانب بدني مثلا معين، ناقص لعيب من اللاعبين يحاول يطوره، خلي بالك طور الحته الفلانيه، اشتغل على نفسك هنا عشان اقدر اشركك في المباريات، لكن فيما يتعلق بالاسباب الفنيه محدش حقه ان هو يتكلم في الاسباب الفنيه الخاصه بمستر فايلر، فدي كلها اجتهادات غير منطقيه في الحقيقه. فايلر يبدا التجهيز للقمه والسوليه يلحق بالمباراه، نتمنى ان السوليه يلحق بالمباراه. نروح لليوم السابع، ودايما الناس بتستبق الاحداث، يقول لك ايه فايلر يمنح الاهلي الضوء الاخضر لبيع جيرالدو، امتى طيب؟ يعني امتى قال لهم يا جماعه خلاص بيعوا جيرالدو؟ وخصوصا ان الماتشات كانت ورا بعض كلها، هل كان في وقت وتفرغ من مستر فايلر ان هو يتكلم مع المسؤولين في نادي الاهلي او مع لجنه التخطيط ان انا خلاص عايز ابيع جيرالدو؟ هل مستر فايلر اتفرج على جيرالدو بالشكل الكافي؟ كلام غير منطقي اطلاقا. جيرالدو لسه في حسابات المدير الفني. برضو خليني اتكلم مع حضراتكم منطقيه شويه، ان مستوى اللاعب في مباراه سموحه ممكن اللي دفع بعض الصحفيين ان هم يتنبأوا ويتكهنوا برحيل جيرالدو وبانطباع مستر فايلر عنه، لكن دايما في الغالب بيكون الانطباع خاطئ، لان بيبقى في تسرع من المتابعين وتكهن بشكل كبير جدا، والتكهن حتى هذه اللحظه غير منطقي اطلاقا، ومفيش كلام رسمي بهذا الخصوص، وجيرالدو ضمن قائمه النادي الاهلي المحليه والافريقيه، واكيد مستر فايلر مهتم باللاعب بشكل كبير. في نفس الوقت هو لاعب مميز وعنده امكانيات كبيره جدا ما ظهرتش فعلا مع النادي الاهلي حتى هذه اللحظه، لكن نتمنى ان هي تظهر
خلال الفترة المقبلة. ارتياح بعد ضم 7 لاعبين لقائمة المنتخب الوطني، وده شيء جيد جدا في الحقيقة. عندنا عدد كبير جدا من اللاعبين سواء في المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي، والجهاز الفني يدخل مغارة الاستعداد لمواجهة الزمالك، والاستعدادات ابتدت من امبارح علشان هذه المواجهة الكبرى والهامة جدا بكل تأكيد. دي كانت أخبار الأهلي في الصحف، لسه في أخبار عن النادي الأهلي في المواقع نشوفها. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يخوض مباراة ودية الأسبوع المقبل. سوبر كورة: الأهلي يتفوق على مانشستر يونايتد ودورتموند في تصنيف أندية العالم. سوبر كورة: فايلر يجني ثمار تألق الأهلي في تصنيف مدربي العالم، وميتشو يواصل التراجع. البوابة سبورت: فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة نهاية الأسبوع. 1-3 برنامج خاص للاعبي الأهلي خلال توقف الدوري. اليوم السابع: الأشعة تثبت إصابة السلية بجزع في الأنكل واللاعب خارج معسكر المنتخب. الشروق: الأهلي حالة السلية مطمئنة لحد كبير. الوطن سبورت: تجهيزات مبكرة في الأهلي للقمة، وفايلر يلغي الأجازات ويجهز عاشور وديانج. سبورت يورو سبورت عربية: تجهيز ديانج للزمالك، ترقب قرعة افريقيا. فيتو: سباعي الاهلي الدولي ينضم للمنتخب مصر. سوبر كورة: ثلاثي الاهلي يغادرون القاهرة للانضمام لمنتخبات بلادهم. طيب نبتدي بموقع سوبر كورة اللي بيقول ان الاهلي يتفوق على مانشستر يونايتد ودورتموند في تصنيف اندية العالم، وده طبقا للموقع العالمي كلوب وورلد رانكينج، واللي كان بيعمل اسبوعيا كده تصنيف للاندية. والنادي الاهلي الاسبوع اللي فات كان المركز رقم 48، كان تقدم مركزين، المرة دي تقدم 9 مراكز كاملة عشان يبقى المركز رقم 39 عالميا طبقا لهذا التصنيف الاسبوعي. بيسبق عدد من الاندية الكبيرة سواء بنفيكا، روما، لاتسيو، لايبزيج الالماني، يونايتد، مانشستر يونايتد، وبورسيا دورتموند، ومتصدر كمان التصنيف الافريقي للانديه طبقا لهذا الموقع اللي هو كلوب وورلد رانكينج، واللي كمان تطرق للمدربين وتصنيفهم، وايضا ده من سوبر كوره، وبيقولوا ان فايلر يجني ثمار تالق الاهلي في تصنيف مدربي العالم. ومش هتكلم على ميتشو لان احنا اللي يخصنا مستر فايلر، وبيقولوا ان مستر فايلر كان يعني تصنيفه متراجع جدا عشان في فتره من الفترات ما كانش بيمرن فيها فرق، فكان تصنيفه 756، دلوقتي بقى تصنيفه 629 بعد 6 مباريات، او بالتحديد 3 مباريات اللي خدهم مع النادي الاهلي في بطوله الدوري. ولسه ان شاء الله مستر فايلر اكتر واكتر، هي كلها تصنيفات يعني بتبقى حاجات تعتبر شكليه نسبيا لكن بتبقى مهمه بشكل كبير في الحقيقه. طيب نروح للبوابة سبورت، وان فايلر يمنح لاعبي الاهلي راحة نهاية الاسبوع، ده اتكلمنا فيه، وخلاص الراحة هتكون يوم الجمعة والسبت عشان الناس تبقى عارفة ان كل محبي طبعا جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى مهتم بمواعيد التدريبات، استعدادات الفريق تبقى شكلها عامل ازاي. خلاص الاجازات هتبقى والاجازة هتبقى يوم الجمعة والسبت القادمين بالنسبة للنادي الاهلي. 1-3 بتتكلم على ان في برنامج خاص للاعبي الاهلي خلال فتره التوقف الدوري، وده هيكون برنامج بدني بكل تاكيد، وامور خاصه بالجهاز الفني يعني ومخطط الاحمال بالنادي، وتدريبات اضافيه لبعض اللاعبين، وتدريبات استشفائيه للبعض الاخر، والتجهيز النفسي والمعنوي والفني والبدني بكل تاكيد خلال المرحله الحاليه. اليوم السابع بتتكلم على ان الأشعة تثبت إصابة السلية بجزع في الأنكل واللاعب خارج معسكر المنتخب. السلية موجود النهاردة في مقر الإقامة الخاص بمنتخب مصر عشان بيعرض الأشعة على الجهاز الفني وطبيب المنتخب دكتور محمد أبو العلا، وخلاص هو بنسبة كبيرة السلية بره المنتخب.
وهيتم الاستقرار على 6 لاعبين بس من النادي الاهلي، وهيتم استبعاد السوليه بسبب الاصابه. حظه وحش شويه على السوليه، كل لما يبقى رايح المنتخب بيتصاب، لكن كله بيبقى خير يعني وقدر، وان شاء الله نتمنى له الشفاء والعوده سريعا. في المقابل او في نفس السياق من جريده او موقع الشروق، الاهلي بيقول ان حاله السوليه طبقا للدكتور خالد محمود حاله السوليه مطمئنه لحد كبير، هو التواء في او جزع في الكاحل، والموضوع ده بياخد من اسبوعين لثلاثه ان شاء الله، نتمنى ان هم يكونوا اقل من اسبوعين عشان يلحق باذن الله مباراه الزمالك. نروح للوطن سبورت، واللي بتتكلم عن تجهيزات مبكره في الاهلي للقمه، وفايلر يلغي الاجازات ويجهز عاشور وديانج. هتكلم على تجهيز عاشور وديانج ده بسبب او تحسبا لعدم لحاق عمرو السوليه بمباراه الزمالك، فزي ما قلت لحضراتكم هيبقى حسام عاشور او ديانج هما الاقرب يكونوا بجوار المميز جدا ما شاء الله عليه حمدي فتحي. عندنا وفره في المكان ده، ان شاء الله ممكن نلاقي مفاجاه ونلاقي محمد محمود مثلا في الحسابات، وارد لان اللاعب خلاص خف تماما وبيشارك في التدريبات بمنتهى القوه، فكل ده هيبقى طبقا لرؤيه مستر فايلر، هل يدفع بيه في مباراه قويه زي دي ولا ايه. لكن احنا اتعودنا او ابتدينا نتعود مستر فايلر على المفاجات، لكن هنشوف الامور هتستقر على ايه، بس انا اعتقد او استبعد موضوع محمد محمود ده. نروح ليورو سبورت عربيه، وتتكلم ايضا عن تجهيز ديانج للزمالك وترقب قرعه افريقيا، والقرعه زي ما قلت لحضراتكم بعد بكره، وان شاء الله هنعرف نتيجه القرعه دي هتكون ايه. طيب فيتو بتتكلموا بتقول ان سباعي الاهلي الدولي ينضم لمنتخب مصر، احنا عندنا المفروض 7 بقوا 6 خلاص بعد اصابه عمرو السوليه، عندنا احمد فتحي وحمدي فتحي وحسين الشحات وقفشه وشناوي وايمن اشرف، نتمنى لهم كل التوفيق مع زمايلهم طبعا ان شاء الله في المنتخب مع الجهاز الفني الجديد بقياده الكابتن حسام البدري. التجمع النهارده كان الساعه 6 والمفروض ان كان هيبقى في تدريب بالمناسبه لمنتخب مصر التدريب الاول، لكن الجهاز الفني قرر ان يكون في تدريبات استشفائيه في الجيم للاعبين ويبتدوا التدريبات من بكره، وعندهم مباراه طبعا وديه مع بوتسوانا يوم 14 ان شاء الله. نروح لسوبر كوره، بتتكلم على ثلاثي الاهلي ان هم خلاص هيغادروا القاهره لانضمام لمنتخبات بلادهم، علي معلول وديانج وجيرالدو، خلاص كل واحد حسب مواعيد الطيران وهيغادروا عشان ينضموا لمنتخبات بلادهم، نتمنى ان ما يحصلش اي خسائر للنادي الاهلي من خلال هذا التوقف الدولي باذن الله. دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، لسه في اخبار محليه وعالميه نشوفها. الجمهوريه اونلاين، البدري يلغي اول تدريب للمنتخب. بوابه فيتو طبيب المنتخب، السوليه خارج معسكر الفراعنه لهذا السبب. مبتدا حسام البدري يرفض ضم بديل السلية. البوابة سبورت شارة الكابتن تثير أزمة في المنتخب. سوبر كورة معسكر مغلق للمنتخب الأولمبي استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا وديا. موقع الكابتن غريب يكشف موقف المصابين من المشاركة في أمم أفريقيا تحت 23 عاما. في اليوم السابع اتحاد الكرة يرفض حضور مندوبي الأندية قرعة كأس مصر. بوابة الأهرام الحكام يطالبون اتحاد الكرة بتطبيق الزيادة المالية في بدلات المباريات. بوابة أخبار اليوم ليفربول إيكو تكشف تفاصيل إصابة صلاح ومدة غيابه. بوابة الشروق كلوب لا أجد طريقة لتقبل عرقلة صلاح في مباراة ليستر. صدى البلد أسطورة مانشستر يونايتد ليفربول قد يخسر الدوري بسبب محمد صلاح. كورة دخية اعترف بانهيار مانشستر يونايتد. موقع بطولات كريستيانو رونالدو معلقا على هزيمة انتر ميلان شعور عظيم بالتواجد في القمة مجددا. في الجول فالفيردي طرد ديمبلي ضد إشبيلية لا يجيد تحدث الأسبانية. يلا كورة
وسط اهتمامات يوفنتوس، ريال مدريد يرغب في التعاقد مع كانتي. طيب، في اخبار محليه وعالميه مختلفه ومتنوعه معانا النهارده، وبالتحديد عايز ابتدي بالجمهوريه اونلاين. وزي ما قلت لحضراتكم من شويه ان البدري يلغي اول تدريب للمنتخب، وعشان الاجهاد اللي ممكن يكون موجود عند بعض العناصر اللي كانوا بيشاركوا في بطوله الدوري لحد امبارح، فبالتالي التدريبات هتكون استشفائيه او تدريبات في الجيم، وبكره ان شاء الله يبتدوا استعدادهم لمباراه بوتسوانا ان شاء الله باذن الله يوم 14. بشكل عام نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر طبعا تحت قياده الكابتن حسام البدري، مدرب جيد، وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق، ونتمنى للاعبين، وخصوصا ان القائمه في الحقيقه اللي اختارها في قبول كبير جدا جدا من الشارع الرياضي المصري، وشايفين ان في يعني منطقيه كبيره جدا في اختيار اللاعبين عكس اللي كنا بنشوفه قبل كده مع مستر اجيري، كان حاجه صعبه جدا في الحقيقه. خلينا نروح لبوابه فيتو. بوابه فيتو طبيب منتخب السعوديه خارج معسكر الفراعنه لهذا السبب، بسبب اصابه طبعا، ويعني اكيد هو مش هيكون ليه فرص التواجد في هذا المعسكر، هيرجع على النادي الاهلي باذن الله عشان يبقى ليه برنامج علاجي وتاهيلي عشان يقدر يعود للتدريبات الجماعيه مع الفريق باذن الله ان شاء الله خلال اقرب فتره ممكنه. بالتالي من مبتدا كابتن حسام البدري يرفض ضم بديل عمرو السوليه، وهيكتفي بطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد النني في وسط ملعب منتخب مصر خلال هذا المعسكر. بالبوابه سبورت يعني بتتطرق لموضوع الشاره، بتقول ان هيبقى في ازمه كبيره في المنتخب بسبب موضوع شاره القياده، واحنا عارفين خلال الفترة اللي فاتت الأيام القليلة وبالتحديد بعد تصريح الكابتن حسام البدري في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه إن في احتمالية أو في تفكير بخصوص الإشارة، لسه ما استقروش على القرار النهائي إيه، والتفكير بيتعلق بإن ممكن يبقى محمد صلاح هو كابتن الفريق رغم إنه مش هو أقدم واحد في المنتخب بالتحديد يعني. فمبتدأ أو عفوا بابا سبورت بتقول إن أحمد فتحي وأحمد حجازي والنني مش عاجبهم الموضوع ده. في الحقيقه مفيش حاجات رسميه طلعت او تصريحات رسميه او مفيش اتجاه رسمي حتى من المنتخب بان مين هو اللي هيكون معاه شرط القياده، او الموضوع هيتعلق بانهي اتجاه، اتجاه خاص بالاقدميه زي ما احنا متعودين ولا باختيار المدير الفني، وده هيكون اسلوب جديد على الكره المصريه لكن متبع في العالم كله يعني في اوروبا بالتحديد. طيب نروح للسوبر كوره. معسكر مغلق للمنتخب الاولمبي استعدادا لمواجهه جنوب افريقيا وديا، تحدي كبير جدا في الحقيقه للمنتخب الاولمبي، وهو الخاص بالتصفيات المؤهله لاولمبياد طوكيو او بطوله الامم الافريقيه تحت 23 عاما اللي هتكون في شهر 11 المقبل من يوم 8 ليوم 22 على ارضنا، وباذن الله نكون موفقين في الصعود على اقل تقدير في اول ثلاثه، لو ما خدناش اللقب نتمنى طبعا ان احنا ناخد اللقب عشان نصعد لاولمبياد طوكيو 2020. بالتالي معسكر مغلق للمنتخب الاولمبي، واحنا عارفين ان الكابتن شوقي غريبي مدير الفني المنتخب الاولمبي كان اختار قائمه مكونه من 28 لعيب، في منهم اربعه من الاهلي اللي هم رمضان صبحي ومصطفى شوبير وصلاح محسن وعمار حمدي، نتمنى للجميع كل التوفيق في مرحله ومعسكر هام جدا واخير قبل انطلاق البطوله ان شاء الله في شهر 11. لسه مع الكابتن شوقي غريبي من موقع الكابتن، واللي بيكشف موقف المصابين من المشاركه في أمم أفريقيا تحت 23 عاما، واحنا عارفين ان اهم المصابين بالنسبه للكابتن شوقي غريب بيتمثلوا في كريم نيفيد ومحمد محمود، اثنين عناصر اساسيه بكل تاكيد في هذا المنتخب، الاثنين بيعانوا من اصابات مختلفه او خلاص يعني على وشك الشفاء بالتحديد كريم نيفيد، لكن محمد محمود جاهز وبيتمرن بشكل طبيعي، لكن الكابتن شوقي غريب قال ان بنسبه كبيره محمد محمود وكريم نيفيد ممكن يكونوا معانا في البطوله نفسها، مش موجودين في المعسكر الحالي طبعا، فرصه في تجهيزهم بشكل اكبر مع النادي الاهلي، خصوصا كريم اللي لسه قدامه، كريم نيفيد قدامه حوالي اسبوعين عشان يشارك في التدريبات، فالكابتن شوقي غريب مترقب حاله الثنائي تحسبا واستعدادا لانضمامهم للمنتخب الاولمبي. طيب نروح لبوابه اخبار اليوم وبعض الاخبار العالميه، وبالتحديد فيما يتعلق بنجمنا المصري الكبير محمد صلاح، وليفربول ايكو بتقول ان تفاصيل اصابه صلاح بتتمثل في انه عنده التواء في الكاحل، وفتره الغياب هتكون مش كبيره، وبنسبه كبيره هيلحق مباراه مانشستر يونايتد، مباراه غايه في القوه هتكون في الاولد ترافورد على ما اعتقد، وهتكون يوم 20 اكتوبر الجاري، مباراة مهمة جدا بالنسبة لليفربول، ومهمة قوي ليفربول ان محمد صلاح يكون متواجد طبعا في هذه المباراة،
فطبقا للتقارير من انجلترا ان صلاح باذن الله ممكن يلحق مباراه مانشستر يونايتد. الاصابه مش كبيره، احنا عارفين التدخل طبعا مع نهايه مباراه ليستر سيتي كانت اصابه قويه شويه، ان شاء الله يقدر يلحق. نروح لبوابه الشروق لسه مع ليفربول. يورجن كلوب لا اجد طريقه لتقبل عرقله صلاح في مباراه ليستر سيتي، قال انا كل اللي انا فاكره مش فاكر خالص ان ليستر سيتي عملوا هجمات مؤثره على مرمى ادريان مرمى ليفربول، كل اللي انا فاكره ان كان محمد صلاح انطلق مع نهايه المباراه بشكل مميز جدا وتم عرقلته بطريقه صعبه للغايه، وده شيء في الحقيقه انا مش قادر اتقبله خالص لان كان ممكن الاصابات تبقى اقوى من كده وممكن تؤثر على مسيره ليفربول فيما تبقى من الدوري، لسه 30 اسبوع طبعا، لكن في كل الاحوال شيء اغضب جدا يورجن كلوب، خصوصا ان محمد صلاح احد الاعمده الاساسيه في ليفربول طبعا بكل تاكيد بجوار عدد من اللاعبين. في الحقيقه ليفربول كلهم فرقه متكامله يعني، سواء فان دايك اليسون ان شاء الله ما يرجع من الاصابه، ماني وفيرمينيو اعمده اساسيه كلها مهمه جدا. نروح لصدى البلد، اسطوره مانشستر يونايتد اللي هو جاري نيفل طبعا نجم كبير من نجوم مانشستر يونايتد، بيقول ان ليفربول ممكن يخسر الدوري بسبب محمد صلاح. قال ان فرص ليفربول السنه دي في فوز ببطوله الدوري اصبحت كبيره جدا بعد فارق النقاط بعد الجوله الثامنه لثمان نقاط ما بينه وما بين مانشستر سيتي بعد هزيمه مانشستر سيتي من ولفرهامبتون اول امبارح او امبارح، في مفاجاه كانت كبيره. لكن في نفس الوقت بيقول ان لو محمد صلاح او فان دايك اتصابوا اصابات طويله ده ممكن ياثر بقى على مسيره ليفربول وفرص فوزه وتحقيقه لبطوله الدوري، فبيقول يعني دي ممكن الاسباب اللي تعطل ليفربول، لكن بخلاف ذلك هو شايف ان ليفربول هو الاقرب للفوز ببطوله الدوري. نتمنى في الحقيقه لان تبقى حاجه تضاف لنجم مصري كبير وهو محمد صلاح. نروح للكوره بالتحديد فيما يتعلق مانشستر يونايتد، بقى دخيا طبعا نجم مانشستر يونايتد بيعترف بانهيار الفريق وبيقول ان دي اصعب فتره عليه في مانشستر يونايتد منذ قدومه لهذا الفريق، وبيقول ان ما مرتش بفتره صعبه زي دي. احنا عارفين امبارح كانت مفاجاه اخرى من ضمن المفاجات وخساره مانشستر يونايتد امام نيوكاسل بهدف نظيف، فبالتالي للاسف يعني للاسف مانشستر يونايتد من الانديه العريقه جدا لغايه دلوقتي مش قادرين يلموا نفسهم مش قادرين يرجعوا بالهيبه بتاعتهم القويه رغم تغييرات عدد كبير من المدربين الفنيين، لكن نتمنى لهم التوفيق للفتره الجايه. هم في المركز ال 12 عندهم 9 نقاط فقط بعد 8 جولات من بطوله الدوري الانجليزي. نروح لموقع بطولات، كريستيانو رونالدو بيعلق على الفوز على انتر ميلان وقال ان ده شعور عظيم بالتواجد في القمه مجددا. امبارح كانت مباراه طبعا قويه جدا ما بين يوفنتوس وانتر ميلان، مباراه انتهت بفوز يوفنتوس 2-1 ورونالدو صنع الهدف الثاني لاجوايين اللي جه في الدقيقه 80 وديبالا كان جاب الهدف الاول ليوفنتوس، فبالتالي رونالدو سعيد بهذا الفوز وقال ان ده شعور عظيم جدا بالتواجد في القمه مجددا. بس انتر ميلان السنه دي في الحقيقه بينافسوا وعاملين شكل كويس مع انطونيو كونتي يعني، فهنشوف الامور هتستقر على ايه في النهايه. نروح لفي الجول، فالفيردي امبارح برشلونه كسبت اشبيليه 4، ففالفيردي بيعلق على طرد ديمبلي، امبارح ديمبلي اتطرد ورونالد كمان اتطرد من برشلونه، وقال ان ديمبلي ما بيتكلمش اسباني اصلا لان يعني البعض قال ان هو قال كلمات للحكم فالحكم بناء على هذه الكلمات طرده، فهو فالفيردي مستغرب لانه بيقول ان ديمبلي ما بيعرفش يكون جمله اسبانيه اصلا، فازاي هيتم طرده على هذا الاساس؟ ديمبلي مشاكله كتيره في الحقيقه ومعظم الوقت ما بيبقاش جاهز يعني بالنسبه لصفوف برشلونه رغم موهبه اللاعب الكبيره في الحقيقه. اخر خبر معانا من موقع يلا كوره، وفي اهتمامات سواء من يوفنتوس او ريال مدريد بكانتي طبعا لاعب فريق تشيلسي، لاعب مميز جدا في وسط الملعب، اللاعب الفرنسي بكل تاكيد اكيد حضراتكم طبعا عارفينه، فبالتالي يوفنتوس مهتمه باللاعب وايضا ريال مدريد مهتم جدا بتحديد زين الدين زيدان من التعاقد مع هذا اللاعب سواء في فتره الانتقالات الشتويه القادمه او الصيفيه مع بدايه الموسم الجديد. هنشوف كانتي هيروح فين في النهايه، خصوصا اعتقد ده الاستاذ خالد عامر الناقد الرياضي موقع جريده اسال الاسبانيه، نورنا. نورك حبيبي، ايه الاخبار؟ كله جميل الحمد لله. عندنا كلام كتير كالعاده عايزين نتكلم فيه، وطبيعي هنبتدي بالنادي الاهلي وتقييمك أكيد للمرحله الاولى لمستر فايلر مع الفريق والنتائج الفريق والاداء وكل هذه الامور يعني. طبعا
طيب خليني اقول انه بدايه فايلر رينيه فايلر مبشره بالخير، بس انا ما بحبش استعجل في الامور التقييميه اكتر. فايلر طبعا البدايه بتاعته مقارنه بمن سبقوه بدايه مبهره جدا. اول 6 ماتشات 6 فوز بنسبه 100%. في احصائيه صغيره كده بتقول انه عن اول 5 ماتشات، مش اول 6 ماتشات، عن اول 5 ماتشات الفارق ما بين فايلر وما بين لاسارتي وما بين كارتيرون 40%. لاسارتي وكارتيرون اول 5 ماتشات كسبوا 3 ماتشات بس بنسبه 60%. فايلر الخمس ماتشات كلهم كسب الخمس ماتشات. في كمان زود عليهم العامل التهديفي، وده مهم في الحقيقه. جدا. ده دخل 9 وده دخل 7، فايلر مدخل 19 في اول 6 ماتشات. في اول 5 ماتشات اللي هو عشان المقارنه تبقى مظبوطه دخل 14 جون واستقبل مرمى هدفين بس. بالظبط. ده ان وضح لك شيء، بيوضح تنظيم في الدفاع، تحكم كويس في خط الوسط عشان يسهل المهمه على الدفاع، ان هو يستقبل الكرات بشكل مرتاح اكتر، تنظيم في الشق الهجومي. شفنا الاهلي في الفترات اللي فاتت كلها كان عنده مشكله في الهجوم. شفنا الاهلي بيعاني على الرغم من وجود 3 مهاجمين او 4 مهاجمين، بوجود جونيور اجايل اساسا مهاجم، بوجود 4 مهاجمين، وعلى الرغم من ده مش عارف تستغل وجودهم ومش عارف تستغل الاجنحه السريعه اللي عندك. كل دوت ما كنتش يعني خطه ما كانتش مظبوطه مع اللعيبه اللي موجوده. شايفين تنظيم هجومي اكتر، وشايفين اللي هو اللي بنسميها النجاعه الهجوميه. وفي نجاعه هجوميه. اللي عجبني في فايلر برضو فكرة انه مش بيرتكن الى ان احنا خلاص احنا مدخلين جون واتنين فنرجع نلعب دفاع او نأمن او بتاع، مفيش الكلام ده. 4-0 ولسه بتهاجم وبتجيب الخامس. بعمرو السولية بنتمنى له الخير ان شاء الله ويرجع شاء الله سريعا من الاصابة. بيتصاب بدل ما ينزل واحد يأمن دفاع بينزل وليد ازارو ويرجع مجدي قفشة ورا. احساس الخصم او المنافس، التغيير ده بالذات بيبين لك فكر مستر جدا بايلر. احساس المنافس طول ما هو بيلاعب الاهلي هيفضل طول الوقت مضغوط. اي حد بيلاعب الاهلي هيبقى فاهم انه طول الوقت الاهلي هيهاجمه، والاهلي هيلعب دايما في نص ملعبه. شفنا ماتش الزمالك، اي نعم هو الحظ خدم فايلر والاهلي في نقطه انه الزمالك ما كانش عارف طريقه لعب فايلر، ولكن في نفس الوقت ميتشو قيمة كبيرة في الزمالك، ولاعيبة الزمالك قيمة كبيرة في الدوري المصري. يعني ان انت تبقى عارف التشكيلة او مش عارفها مش هتفرق معاهم قوي. فانه فايلر نزل ولاعيبة الاهلي بهذا المستوى المرتفع جدا وقدروا في شوط ونيف من الشوط الثاني 3-0 قبل ان تعود الامور الى 3-2، بس ال 3-0 الاولانيين باداء اكثر من رائع فعلا. مبهر فعلا. ده كله يوضح لك انه احنا ماشيين مع الاهلي او الاهلي ماشي مع فايلر على الطريق الصحيح. ده شيء اكيد ايجابي جدا، وهي بدايه، مجرد بدايه. ان شاء الله نتمنى ان البدايه تستمر بنفس الكفاءه، وده هيكون شيء مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. لكن عناصر نجاح مستر فايلر حتى الان مع النادي الاهلي بتتمثل في ايه من وجهه نظرك؟ بتتمثل في حاجتين. ايه هم؟ الاولانيه الروتيشن. اللعيبه مش هتجهد، اللعيبه الفايلر بيدور اللعيبه بشكل كويس. والروتيشن دوت عائد برضو على فايلر نفسه بنقطه ايجابيه اللي هي ايه؟ مفيش لعيب ضامن مركزه. فكل لعيب هيبقى فاهم ان هو لازم يعمل 250% من مجهوده عشان خاطر الماتش اللي بعده كويس. يخش في السكور شيت ويعلم يلعب ولا ما يلعبش. الحاجه الثانيه شايف ان دي نقطه ايجابيه. طبعا. يعني خلينا اقولها تاني. اجاي عائد مره اخرى الى مركز راس الحربه بعد غياب فتره طويله جدا، متالق جدا امام الزمالك، بيدخل هدفين وبيعمل ماتش من احلى ماتشات اجاي من ساعه ما جه. الماتش اللي بعده بره السكور شيت، الماتش اللي بعده على الدكه وبينزل احتياطي، الماتش اللي بعده بيرجع اساسي فبيجيب هدف. حاله المدوره ديت وحاله ان كل لعيب مش عارف هو الماتش اللي جاي هيلعب ولا لا، بيخليه في الماتش وفي التمرين بيبذل اقصى مجهود عنده عشان يثبت لفايلر ان هو يستحق فرصه. كويس. دي حاجة. تاني حاجة ان انا بلعب ماتش وبريح التاني، بتخليني حالة التكدس في الجدول ال 72 ساعة اللي ما بين كل مباراة والاخرى بتخلي اللعيبة الى حد ما ترتاح، بتخلي اللعيبة في لعيب لعب ولعيب تاني مريح وهيبدلوا مع بعض،
فال 72 ساعة بتبقى 98 ساعة، بتبقى 120 ساعة، فاهم قصدي؟ الموضوع بيبقى مرتاح أكتر بالنسبة للعيب. ده الشق الأول، فكرة المداورة ما بين اللعيبة. الشق الثاني المرونة الخططية اللي بيتميز بها فايلر في الملعب حتى الآن، أنا عجباني قوي. يعني أنا ببقى قاعد بتفرج وأنا متكيف، في تحركات، في لعيبة بتشفت مع بعض. بنتفرج في حالة الهجومية، احنا بنلعب 2-1 4-2-1، والظهير الأيمن والجناح الأيمن هما اللي بيبدلوا. الجناح الأيمن بنلاقي رمضان صبحي هو اللي بيرجع يدافع عشان محمد هاني هو اللي بيبقى جناح أيمن، وبنلاقي علي معلول هو اللي بيطلع وحسين الشحات هو اللي بيرجع. بنلاقي حسين الشحات ورمضان صبحي بيبدلوا مراكزهم مع بعض، بنلاقي ده شوية وينج يمين وده وينج شمال والعكس. خط الوسط بنلاقي انه اتنين قلب دفاع امامهم هاف ديفندر، كان حمدي فتحي، وبعدين لما لعبنا كانوا سبورت كان اليو ديانج هو اللي بينزل يستلم الكره منهم. وامامهم اربعه، الاربعه اللي هم مين؟ الاربعه اللي هم الاثنين خط الوسط اللي هم عمرو السوليه ومجدي قفشه، والجنبين اللي هم مش عارفين مين، اللي هم هيبقى رمضان صبحي وحسين الشحات ولا هيبقى محمد هاني وعلي معلول، وقدامهم رمضان صبحي وحسين الشحات. في تبادل في المراكز وفي مرونه تكتيكيه ومدوره وفي مرونه حتى خططيه. يعني فكره ان انا مش ملتزم بخطه واحده ومش ملتزم بجمله واحده بعملها، ده مخلي المنافس صعب جدا عليه ان هو يوقف الاهلي، صعب عليه ان هو يتوقع تحركات الاهلي عامله ازاي عشان يحط له خطه بديله. فهم الشقين دولت اكتر حاجتين مميزين لفايلر في اول ست مباريات ليه مع الاهلي. اتمنى ان هو يستمر على كده، واتمنى ان اللعيبه لسه برضو، خلينا نقول انه بالتاكيد اللعيبه ما شربتش 100% من فلسفه فايلر. طبعا الجزء اللي شربوه لحد دلوقتي عارفين ينفذوه بنجاح. كويس. اتمنى انه يعرفوا يشربوا باقي الفلسفه وهو فلسفته تبقى مظبوطه. اعتقد ان احنا ممكن نشوف حاجة مختلفة خالص عن اللي احنا متعودين عليها في اخر 10 سنوات من الاهلي. يعني اعتقد انه الاهلي ممكن يرجعنا تاني لحقبة 2006 و2007 مانويل جوزيه. مانويل جوزيه بالظبط. شايف ان في انسجام سريع حصل ما بين مستر فايلر واللاعبين، وسر الانسجام ده ايه؟ يعني السرعة بالتحديد، لان الوقت بقاله شهر مع النادي الاهلي. بقاله شهر، وده بالنسبة لي انا غريب جدا. يعني انا غريب جدا. يعني انا دايما بقول انه معلش، يعني لازم نصبر على المدرب ولازم نصبر على اللعيبه. في كل المرات اللي اي مدرب فيها بيمسك اي فرقه بتفرج عليها، مش الاهلي بس، يعني اي فرقه في الحياه، بيقول انه لا لازم نديلهم اسبوعين ثلاثه شهر شهر ونص لحد ما اللعيبه ما تفهم المدير. بقول دايما ان هو، ويعني اصلا انا بشجع فريق اي سي ميلان، تمام، فانا دايما بدي المبررات للمدربين بتوع اي سي ميلان، لان احنا رايحين في داخل. فلو قارنت اي سي ميلان مثلا بالاهلي، جيان باول واحد من افضل المدربين في ايطاليا، ولكنه لسه اللعيبه ما ولفتش مع بالظبط. فدايما بقول انه محتاجين شويه وقت. معلش اللعيبه كويسه والمدرب كويس، بس اللي حاصل مع الاهلي مختلف عن ده تماما. اللي حاصل مع الاهلي ان عندنا لعيبه كويسه جدا وعندنا مدرب كويس جدا، بس الاثنين ما خدوش وقت خالص عشان كانهم بيتدربوا مع بعض، كانهم بقالهم سنتين ثلاثه مع بعض بالظبط كده. مانويل جوزيه نفسه لما جه لعب على المضمون الاول رويدا رويدا لحد ما بدات اللعيبه تفهم تشكيلته وتفهم خطته، وبداوا بعد كده يكتسحوا اي حد قدامهم. ده كان مانويل جوزيه بعظمته. فتخيل لما فايلر من اول ست مباريات، من اول شهر ونص يلعب فيهم، وهو اللعيبه فاهماه تماما، هو فاهم حاله اللعيبه كويس وفاهم نفسيات اللعيبه. اللعيبه واضح ان هي بتحبه، وواضح انه في تفاهم ما بين الثلاث عناصر الاهم، لعيبه وجهاز فني واداره. الجهاز الفني متفاهم مع بعض بشكل كويس جدا، كويس. اللعيبه متفاهمه مع الجهاز الفني، والاداره متفاهم مع الاثنين، قادر يوفر لهم سبل النجاح والاستقرار. ما بيدخلهمش في مهاترات فرعيه زي ما بنشوف في بقيه الانديه، ما بيدخلهمش في قيل وقال، فاهم قصدي؟ عوامل الاستقرار ديت هنرجع تاني نتكلم زي ما كان الاهلي قبل كده. انا شامم ريحه اهلي 2006 مره اخرى. استقرار اداره، استقرار جهاز فني، جوده لاعبين، وتكامل ما بين الثلاث بيؤهلوا الاهلي ان هو ان شاء الله ان شاء الله الامور الافقيه، يعني هو الهدف الاساسي بالنسبه لجمهور الاهلي وبالنسبه لمجلس الاداره مع اي مدرب بيجي الاهلي. بالظبط. هل في تطور بدني ملحوظ في فريق النادي الاهلي، خصوصا في مباراه اسوان في ظل درجه الحراره المرتفعه، وفي نفس الوقت يعني مباراه الزمالك في السوبر لما جينا الدقيقه 60 ولا 65 وجه في الاهلي هدفين وبتاع، فبعض المحللين قال لك اصلا الجانب البدني عند النادي الاهلي اقل شويه.
هل المعدلات البدنيه تقدر تتظبط في فتره زمنيه قليله زي ما احنا شفنا كده في مباراه اسوان؟ ما حسيناش ان الاهلي بدنيا رغم درجات الحراره والجو والكلام من ده متراجع، بالعكس ده بيجيب اهداف لغايه الدقيقه حاجه و80 بالظبط. بص، هو العامل البدني صعب يتغير في فتره قصيره. صعب صعب ان احنا يعني الفتنس كواليتي بتاعنا او الفتنس ليفل بتاعنا يزيد بالشكل الملحوظ دوت في فتره قصيره. بس في حاجات تانية جنب العامل البدني ممكن تخلينا نحس ان العامل البدني مرتفع. زي ايه؟ زي ذكاء اللاعبين وذكاء الجهاز الفني في توفير طاقه اللاعبين في الملعب. تمام. ان احنا ما نهلكش نفسنا عمال على بطال. ما نجريش بدون مبرر. لو خدنا بالنا انه الاهلي بينقل الكوره بشكل اسرع. صح. نقل الكوره يوفر على اللاعبين الحمل البدني. دي حاجه. تاني حاجه فكره استرجاع الكوره بشكل سريع. كل الفريق ما بيبقى معاه الكوره، البوزيشن بتاع الكوره معاه، فانت بتتحكم في الريتم، انت اللي بتتحكم في الريتم. نفسك ما بتقعدش تجري ورا الكوره، ما بتقعدش تجري ورا المنافس في الملعب فتستنزف طاقتك بشكل اسرع. لا، احنا الاهلي بيحافظ على الكوره بشكل كبير. طيب لما الكوره بتبقى مش معاه بيقدر يسترجعها بشكل سريع. صح. وده انا عايز يعني عايز احيي جدا صفقه حمدي فتحي تحديدا. لانه حمدي فتحي لعيب ديفندر من ريحه اللعيبه الديفندرات الجامدين قوي اللي جم في مصر والنادره. بالظبط. حسني عبد ربه ومحمد شوقي حسن مصطفى الناس اللعيبه الديفندرات، حسام عاشور طبعا. الديفندرات اللي كانوا عندهم قدرة على التحكم في نص الملعب. صح. وقدرة على التمرير وقدرة على استعادة الكرة وقدرة على التسديد. الأهلي متميز دلوقتي في الحتة ديت بفضل تعليمات فايلر أولا وقدرات اللاعبين ثانيا واستعادة الكرة بشكل سريع بالإضافة إلى توفير المجهود في الملعب زي ما كنت بقولك. ده مخلينا حاسين أنه البدن يعتل علي. بس هو ما ارتفعش لأنه هو في طريقه الارتفاع. الجهاز الفني قايم بدور هايل جدا في القصه دي. بس رويدا الاهلي هيوصل للمرحله دي، بس هو لحد دلوقتي لسه في الطريق لانه صعب جدا في شهر ونص ان احنا نقدر نعمل الكلام ده. اكيد والجانب البدني اكيد شيء هيكون مهم بالتحديد في بطوله دوري ابطال افريقيا، لان البطوله دي كل جمهور النادي الاهلي منتظرها بفارغ الصبر باذن الله. هل مستر فايلر استقر بنسبه كبيره على التشكيل الاساسي بالنسبه له؟ هو لسه بيجرب، لسه بيشوف، لسه يعني احنا شايفين حتى لو تشكيل مباراه اسوان والانتاج متشابه نوعا ما هيختلف الماتش اللي جاي، والماتش اللي جاي هيختلف الماتش عن الماتش اللي قبله. فايلر دلوقتي في مرحله تعرف على اللعيبه. هو بيشوف في التمرين بس المباريات بتبقى مختلفه. فهو عشان يحكم بشكل قاطع وبات على التشكيله الاساسيه اللي هتلعب معاه بعد كده محتاج يشوف طاقة اللعيبة عاملة ازاي اولا، قدرات كل لاعب يقدر يعمل ايه وما يقدرش يعمل ايه، وايه الحتة المميز فيها وايه نقطة الضعف اللي عنده، ومحتاج يشوف التزام اللعيبة واصل الى اي درجة معاه. حلو. لما يستقر على كل ده هيثبت التشكيل وهيبقى الامور كويسة. بس لحد ما يستقر على ده لا، كل يعني كل ماتش طبعا مش هيبقى الروتيشن مش هيبقى شامل كل الخطوط، مش بعدد كبير من اللعيبه يعني. كل مره هيدخل واحد هيدخل اثنين. فاهم قصدي؟ الفكره في الموضوع انه غير ان هو بس بيتفرج على اللعيبه، ان هو لما يدخل واحد في وسط المنظومه الواحد دوت هيتطبع بطبع المنظومه كويس، فهيبقى عنده واحد خلاص فهم الفلسفه بتاعته، فلما يقعد دكه ويحتاجه في اي وقت خلاص هو يبقى فاهم نازل فاهم السيستم وفاهم الفلسفه اللي هو نازل عليها. مش هيحتاج ياخد وقت عشان يندمج مع المجموعه. ده هيستمر مثلا بحد اقصى لمده شهر كمان. يعني انا بتكلم من مباراتين لثلاث مباريات كمان. بعد الثلاث مباريات اعتقد انه هيبقى صعب قوي اللي ما حجزش مكان اساسي ان هو يقدر يحجز مكان اساسي. بس هيبقى مستعد في اي وقت نظرا لحاله التدوير اللي انا بتكلم عليها، هيبقى مستعد في اي وقت ان هو ينزل يشارك بشكل ايجابي يعني. طب انا الغريب بالنسبه لي اللي ما كنتش اتوقعه في الحقيقه ثبات المستوى في ست ماتشات، يعني احنا بنشوف مستوى ممتع على مدار ست ماتشات. انا كل ماتش اقول لعبنا حلو قوي، بس ما ببقاش متوقع ان احنا الماتش اللي بعديه هنلعب حلو قوي وبنفس الاسلوب وبنفس هذا الثبات. السر في الموضوع ده ايه؟ خصوصا ان لما كان بيجي مديرين فنيين خلال الفتره اللي فاتت للنادي الاهلي يلعب اول ماتشين ثلاثه كده بشكل كويس، ماتش منهم كويس وماتش وحش، ماتش كويس، مفيش ثبات في المستوى. فالسر في ان الحفاظ على شكل النادي الاهلي على مدار ست ماتشات حتى الان بيتمثل في ايه من وجهه نظرك؟ بيتمثل في حاجتين. بمستوى اللاعبين كمان، مستوى اللاعبين بنفس الريتم.
في حاجة نفسية جدا في الكورة بتقول لك الفوز بيجيب فوز. حلو. الأداء برضو بيجيب أداء. يعني بيبقى من الصعب جدا إنه لعيب كورة بيشوف السوشيال ميديا كله بيهلله والقنوات والإعلاميين كلهم بيسقفوا له على المستوى بتاعه، والجمهور كله بينزل بوستس عنده بيتفخروا بهذا المستوى الرائع، ويجي الماتش اللي بعده يبقى أقل شوية من الماتش اللي قبله، هو دايما بيبقى عنده الدافع النفسي إن هو ما يقلش. اربط ده بالروتيشن اللي أنا بقول لك عليه من فايلر، إنه أنا برضو مش ضامن مركزي، فحتى هذه اللحظة أنا مش عارف أنا الماتش اللي جاي هلعب ولا لأ. فلما ألعب الماتش اللي جاي الحمد لله أنا المدرب واثق فيا والجمهور واثق فيا، وأنا عارف كويس قوي المدرب واضح عليه إن هو لو أنا غلطت بنسبة 0.5% أنا هركن. أنا بركن من غير ما أغلط، يعني أجاي مثلا ركن من غير ما يغلط، فاهم قصدي؟ فلما هيرجع أكيد مش هيغلط عشان خاطر ما يركنش خالص بقى، وهكذا قيس على ده كل اللعيبة. فلما تحسب كل اللعيبة مع بعض كمنظومة كاملة، يعني ده نفسية كل لعيب على حدة. طب لما تحسب نفسية كل لعيب على حدة دوت كمنظومة كاملة كلها بتكمل بعض، هتلاقي المستوى بيعلى كمان، مش هيفضل فيه ثبات مستوى، لا هتلاقي فيه ماتش كويس، الماتش اللي بعده هيبقى أحسن، والماتش اللي بعده هيبقى أحسن. مجدي قفشه كان بيطلع وينزل مكان وليد سليمان، الوحيد اللي ما عملش اي روتيشن هو عمرو السوليه. وبيني وبينك عمرو السوليه في الموسم الحالي من ساعه فايلر ما بدا يلعبه كبوكس تو بوكس صريح، ساعه ما بدا يزيد وبدا ان هو يبقى حلقه الوصل ما بين خط الدفاع وحمدي فتحي وخط الهجوم، بدا عمرو السوليه هو اللي يبقى حلقه الوصل ديت، اللي هو اللي بيرجع يستلم وبيطلع يساعد. عمرو السوليه اختلف تماما في الملعب، بقيت بتشوف عمرو السوليه بشكل مختلف، الكواليتي بتاع الباس بتاعه والكواليتي بتاع لعيب مهم جدا، تغطيه المساحات جداً. حتى في الملعب اختلفت تحركاته في الملعب اختلفت. فهو لعيب مهم قوي. غيابه اكيد هيكون مؤثر اكيد هيكون مؤثر عن مباراه الزمالك. بس انا واثق في انه فايلر هيقدر يلاقي طريقة جديدة يوظف بيها حد من اللاعبين، ان هو يلعب جنب حمدي فتحي، مش جنب يعني قدام حمدي فتحي، جنب مجدي قفشة. اعتقد انه ممكن يلجأ الى حل الاربعة 4-2-3-1 بأليو ديانج جنب حمدي فتحي ومجدي قفشة وحيدا في مركز صناعة اللعب بوجود الوينجين، اللي احنا الطريقة التقليدية اللي احنا متعودين على الاهلي بيها لعلاج النقص في احنا طبعا عارفين انه فايلر بيلعب 4-3-3 4-2-3-1 بتتحول ل 4-3-3 في حاله البوزيشننج على الكوره، وفي حاله الهجوم الكاسح بتتحرك بتتغير زي ما قلت لك اللي هي 2-1-4-2-1. فهو هيبدا في اعتقد انه ممكن يعالجها بأليو ديانج في نص الملعب 4-2-3-1 بأليو ديانج جنب حمدي فتحي، ويبقى حمدي فتحي هو اللي بيزيد جنب مجدي قفشه ولا حسام عاشور، او ممكن حسام عاشور بالنسبه يعني عشان الخبرات وكده. بس انا يعني انت اميل انا اميل لأليو ديانج عشان القوه البدنيه، خاصه في وجود طارق حامد وفرجاني ساسي، طارق حامد في اعلى مستوياته. فانا اميل لأليو ديانج والدفع بحسام عاشور، القائد التاريخي بالنسبه طبعًا للنادي الاهلي طبعًا. والدفع بحسام عاشور في الشوط الثاني في بدايته او في منتصفه لزياده تامين منتصف الملعب مع الدفع باحد المهاجمين اللي على الدكه، عشان ما يديش للعيبه ايحاء ان احنا بندافع. لا انا منزل حسام عاشور عشان اامن، وفي نفس الوقت منزل مهاجم او صانع لعب ثاني عشان اضغط في الشق الامامي. بس انا اميل لأليو ديانج عشان خاطر القوه البدنيه زي ما قلت لك، ويبقى حمدي فتحي هو اللي بيزيد جنب مجدي قفشه في حاله الهجوم. تمام. وممكن عمرو السوليه يلحق، نتمنى ان هو نتمنى المباراه، رغم ان هيكون في صعوبه في المباراه، صعوبه بس نتمنى يعني. طيب انا برضو هو صعبان عليا انه الناس نادت كتير بان هو ينضم لمنتخب مصر، حظه وحش قوي. كل ما يجي رايح المنتخب يتصاب، كل ما مستواه يعلى جدا وخلاص والمنتخب يضم ويتصاب. هو المره دي بنقول ان هو من اسبوعين لثلاث اسابيع، نتعشى من هو يبقى قبل كده عشان يلحق ماتش الزمالك زي ما انت قلت. ان شاء الله باذن الله. نروح شويه للمنتخب بقى، اننا جبنا سيره المنتخب، رايك ايه في القائمه اللي اختارها الكابتن حسام البدري؟ منطقية إلى حد كبير، منطقية إلى حد كبير. يعني إحنا بنتكلم
سبع لعيبه من الاهلي وخمس لعيبه من الزمالك واربع لعيبه من بيراميدز وهم الابرز بالظبط. في سموحه وفي الاسماعيلي وفي عناصر اخرى يعني بجانب المحترفين الاربعه. بجانب المحترفين بغياب محمد صلاح بعد الاصابه بنتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله ان شاء الله. بس يعني خلينا برضو يعني اقول انه المعسكر ده انا كنت حابب ان محمد صلاح ما ينضمش فيه. ما هو ده السؤال اللي انا عايز اساله لك بقى. قول. هو غياب ولا اعتذار؟ هو لا هو غياب بشكل قاطع، يعني هو الاصابه اللي تعرض ليها وال ده بعد الاصابه. ده بعد الاصابه. هو اتصاب باول امبارح تمام؟ بالظبط. خلاص، لكن قبل الاصابه كان معروف ان هو مش جاي مع المنتخب. بالظبط. الاسباب ايه بقى؟ هل هو اعتذر ولا الامور ايه؟ لا نتكلم بصراحه. هو بصراحه يعني هو بصراحه انا شايف انه نتكلم بصراحه. انا شايف ان محمد صلاح اعتذر. اعتذر. انا شايف يعني انا بص بسبب الازمه اللي حصلت يعني. بالظبط. هل ده مساواه منطقي؟ خليني اقول حاجه عشان الناس ما تفتكرش ان انا عندي معلومه. انا ما عنديش معلومه اذا كان اعتذر محمد صلاح عن الانضمام للمنتخب. لكن المعطيات هي اللي بتقول كده. بس المعطيات بتقول ان محمد صلاح اعتذر بعد تواصل حسام البدري معاه، وبعدين حسام البدري يعني هو كان في تمهيد من الاخر من الكابتن حسام البدري في المداخلات بتاعته وكلام من ده، ان صلاح عنده شويه اجهاد وبتاع، وصراحه كان بيلعب يعني بيلعب مش يعني. وبعدين هو كابتن حسام البدري كان اعلن اسم محمد صلاح في القائمه المبدئيه، مش في القائمه المبدئيه، في قائمه المحترفين المنضمين الخمسه. طب طالما كابتن حسام البدري عارف انه محمد صلاح عنده اجهاد، وطالما كابتن حسام البدري عارف ان هو مش هينضم وان هو هيريحه في فتره الاعداد دي يعني، ايه اللي خلاه يضمه؟ فالمعطيات دي او الانديكيشنز ديت بتقول لي انه لا، هو تم التواصل مع محمد صلاح، ومحمد صلاح نجم كبير طبعا. احنا طبعا يعني احنا مش بنشكك في وطنيه محمد صلاح او اي حاجه اطلاقا. بس انا شايف انه محمد صلاح كان حاسس انه المرحله دي هو محتاج يريح نفسيا شويه، يصفي ذهنه اكتر، وبعدين ينضم في المباريات او في الفترات الاكثر حساسيه بالنسبه لمنتخب مصر. خلينا نرجع تاني للقائمه. القائمه لحد دلوقتي انا شايف ان هي قائمه منطقيه. كنت في عدد من اللعيبه اتمنى ان هم ينضموا. زي مين؟ زي امام عاشور الزمالك. الزمالك زي عمار حمدي، بس عمار حمدي منتخب اولمبي وامام عاشور منتخب اولمبي. طب عمار حمدي ليه؟ عمار حمدي ما بيلعبش. بس عمار حمدي قيمه، فاهم قصدي؟ يعني عمار حمدي لعيب بروميسنج زي محمد صلاح في 2012 لما كان بيلعب. بس ساعتها محمد صلاح كان بيلعب كل حاجه. بس انا عمار حمدي عايز اديله ثقه مبكره عشان خاطر هو واضح عليه ان هو من نوعيه اللعيبه الصغيره اللي لو خد ثقه هيكسر. هو لعيب جامد جدا في الحقيقه. انا معجب بعمار حمدي بشكل كبير جدا، ومش بس دلوقتي، انا معجب بعمار حمدي من ساعه ما كان في النصر قبل ما الاهلي ما يضمه. عمار حمدي بالنسبه لي كان من اللعيبه المميزه جدا في الدوري المصري. انا مره كنت بحكي عن حد بقول له في لعيب في النصر اللعيبه بتخش عليه قافله رجلها. يعني والله هو فعلا هو مهارته عاليه قوي، لعب ثلث ساعه اللعيبه بقت خايفه تخش عليه، فاهم قصدي؟ كان بيلعب ماتش ودي. فعمار حمدي بالنسبه لي، انا بس بجيب القايمه عشان نتكلم عليها. عمار حمدي بالنسبه لي لعيب مهم جدا في مستقبل منتخب مصر ان شاء الله. فاتمنى ان هو اولا مع المنتخب الاولمبي ان هو يقدر يثبت نفسه، واتمنى ان هو مستقبله مع منتخب مصر يبدا سريعا. مش نستنى لحد ما يكسر ال 24 25 سنه عشان نجيب. لا عادي ان هو ممكن 19 سنه 20 سنه ويلعب لمنتخب مصر زي رمضان صبحي. اعتقد اللي هيثبت نفسه مع منتخب الاولمبي خلال الفتره اللي جايه هو اللي هيكون موجود في منتخب مصر الاول بكل تاكيد، لان الفتره الجايه حاسمه ومهمه جدا منتخب الاولمبي في الحقيقه يعني. اكيد. احنا يعني نتمنى طبعا التوفيق لكابتن شوقي غريب طبعا في المهمه العظيمه اللي هو داخل عليها مع مجموعه اللاعبين المميزين جدا المنضمين. اذا كان رمضان صبحي او امام عاشور او عمار حمدي او مصطفى محمد او صلاح محسن، كل قائمه منتخب الاولمبي قائمه مميزه جدا. اتمنى يبقى الجهاز الفني عنده فلسفه لتوظيف اللعيبه دول بشكل سليم، لان احنا مجموعتنا ضرب نار صعبه جدا 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 جدا. والمره اللي فاتت ما تاهلناش للاولمبياد، فعايزين مره اخرى نشوف منتخب مصر في الاولمبياد. سريعا، متفائل بمنتخب مصر الاول مع كابتن حسام بدري؟ طبعا. متوقع تأهل منتخب مصر الأولمبي لأولمبياد طوكيو إن شاء الله بإذن الله؟ بنسبة 80% إن شاء الله. إن شاء الله يا رب بإذن الله. أحسن. يا خالد أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. أشكرك حبيبي. ببقى سعيد دايما إن أنت معايا.
كان ضيفنا العزيز الاستاذ خالد عامر الناقد الرياضي بموقع جريده اسال الاسبانيه، واتكلمنا في امور عديده بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي واللي خد مننا مساحه كبيره جدا وده شيء طبيعي، وكمان فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني الاول والاولمبي، ونتمنى لهم كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه باذن الله. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله، الى اللقاء. ممكن ماتش يقل شويه بسبب ظروف خارجه، بس مش هتقل قوي يعني، مش لو هتبقى شكلها يعني. انا مثلا انا شايف ان ماتش اسوان اقل شويه من ماتش الانتاج بنسبه بسيطه جدا. طيب. بس ليه؟ لان عندك حراره الطقس عاليه جدا وارضيه ملعب مش كويسه، فعندك ظروف خارجيه حكمت على اللعيبه ان هي تقلل الريتم شويه عشان ما يتصابوش، عشان ما يصابوش باجهاد او يعني. احنا شفنا رمضان صبحي في نص الماتش بدا يوفر طاقته عشان في اخر الماتش رمضان صبحي رجع تاني كويس. فلو شفنا في رمضان صبحي في وسط الماتش بدا ياخد الكوره يستلم ويبصيها، الكوره اللي محتاج يضغط عليها بيضغط، بس الكوره اللي مش محتاج ان هو يفرهد نفسه على الفاضي خلاص مش انا مش هتعب نفسي اسلم واستلم على الواقف لحد ما استعيد طاقتي تاني. ده ما شفناهوش في الانتاج، احنا في الانتاج شفنا ضغط من الدقيقه 1 لحد الدقيقه 90. فهي لا يعني ثبات المستوى دوت يحسب لفايلر ويحسب للاعبين، الاراده بتاعه اللاعبين ان هم ما يقلوش عن المستوى اللي قبله ويحسب للاثنين سويا تفاهمهم مع بعض عشان المستوى يعلى كده. اجاي من وجهه نظرك عجبني قوي. عجبك اجاي قوي قوي قوي. هل اداؤه ده يعتبر، انا بحب اقول يعني ردود افعال الجماهير او بعض الجماهير ممكن يقول لك اجاي لعيب كويس وكل حاجه، بس اللي هو فيه دلوقتي ده طفره، هل دي طفره اجاي ولا هو فعلا لعيب عنده امكانيات قويه ولعيب اثبت كده على مطار عدد من السنوات مع النادي الاهلي يعني؟ لا هو طب خليني ارجع لبدايه فتره انضمام اجاي مع الاهلي. كان كويس ولا كان وحش؟ كان كويس هايل صح؟ طبعا. بس احنا يعني في شريحه كده من الجمهور ومن النقاد مننا كمان بيتميزوا بذاكره السمك. انه احنا بنحاسب احيانا مش بالقطعه، ده احنا بنحاسب بالفتفوته بالباصه. فاهم قصدي؟ اجاي جات له اصابه قويه جدا، رجع منها مش فورمه. هو اول ما رجع كان كويس قوي، بعد كده قل شويه. بعدها طيب بحساب الناس بعد مستوى اجاي ما رجع كان ايه؟ في اللي قال لك اجاي من ساعه ما جه وهو ما لعبش كويس، وفي اللي قال لك لا احنا نبيعه بقى عشان ده ما فيهوش امل، ده كتير قالوا خلاص لازم يمشي. طيب ما قبل هذه الفتره الناس فاكر الناس كانت بتنادي على اجاي ازاي؟ فاكر انا فاكر التعليقات المعلقين في الماتشات على اجاي والهتافات لي، انا بتتردد في ودني كل ما بسمع حد بينتقد اجاي، ببقى عايز اجيب له الفيديوهات واقول له طب ما ده اجاي اللي احنا كنا بنشكر فيه قبل كده. نفس الوضع مع ازارو. مع ازارو طبعا نفس الوضع. مع ازارو، ازارو دلوقتي بيمر بفتره سيئه جدا. بس ازارو ده كان هداف الدوري يا جماعه. صح. السنه اللي قبل اللي فاتت. ازارو ده الأهلوية كلهم كانوا ماشيين عاملين العلامة بتاعته عشان خاطر احتفالا بالأهداف بتاعته. صح. طيب أزارو ده كنا مسميه أسد الأطلسي عشان خاطر الأهداف اللي كان بيجيبها. طيب احنا أتمنى إن احنا في أي مرحلة من مراحل حياتنا، مش بس مع الأهلي، مع المنتخب أو أي مشجع لأي نادي في مصر أي مكان، إيه هو النادي، نبطل نتعامل بالقطعة، نبطل نتعامل بالباصة زي ما أنت ما قلت. احنا بنتكلم في حالة لعيب بشكل اجمالي مع الفريق. هل هو بشكل اجمالي مع الفريق من ساعه ما جه لحد النهارده سيء ولا لا؟ طبعا بشكل اجمالي هو كويس جدا. جات له فتره وحشه، طب نصبر عليه. وطبيعي ان اي لعيب يتعرض لدروب يعني. أيوة وارد يكون. أيوة يعني. وخلي بالك ومش كل اللعيبه بترجع يعني. اجاي رجع. صح. صح. اتمنى ازارو يرجع. طيب اتوقع رجوع ازارو؟ اتوقع مع فايلر. اتوقع اتوقع لانه فايلر هيعتمد على ازارو في المكان اللي ازارو بيحبه، اللي هو اللي بيبقى ميز رانر اكتر، اللي هو هيتحرك على المنطقه من بره. ده ازارو مميز فيها. ازارو بص في حاله انعدام ثقه واضحه بصراحه رهيبه. يعني احنا شايفين في الماتش اللي فات مهاجم الاهلي رقم 9 اللي هو الاساسي، المفروض ان هو الاساسي، رايح على الجون انفراده من كتر ما هو قلقان تضيع، وعليه ضغوط كبيره، عليه ضغوط، عملها بالعرض تاني لمجدي قفشه فاتقطعت في الطريق. هو من كتر الناس ما بتنتقده، وهو على فكره انا يعني انا صعبان عليا جدا الحاله اللي ازارو محطوط فيها، لانه عليه ضغط زي ما انت ما بتقول. صح. عليه ضغط جامد جدا، مفيش لعيب كوره يقدر يستحمل الضغط ده.
اتمنى ان ازارو يرجع سريعا، واعتقد ان هو مع فايلر هيقدر يرجع، لانه زي ما قلت فايلر هيعتمد عليه في المركز اللي هو بيحبه. بس خلينا نقول الحته اللي انا كنت عايز اقولها اجايه، مش كل اللعيبه بتعرف ترجع. فخلاص يعني هي الفكره في الموضوع ايه؟ رجع اهلا وسهلا، ما رجعش بنجيب عرض احتراف كويس بنبيعه وبنجيب لعيب تاني جاهز. بس الكلام ده ما بيبقاش بالقطع، الكلام ده بيبقى بعد موسم واتنين، بعد استنزاف كل محاولات عوده اللاعب او رجوع اللاعب الى مستواه وفشلوا في الرجوع، فخلاص كيان الاهلي وقيمه الاهلي اهم من اسامي اللاعبين. فخلاص بنشوف مش معقول عشان مجرد ماتشين او فتره زمنيه محدده مثلا استغنى عن لعيب كان تالق معايا اصلا وكان مساهم بشكل كبير بالظبط. لما يقعد مثلا موسمين ثلاثه ما بيلعبش كويس وبيبقى سكر حد دلوقتي يرد عليك يقول لك ايه، لا الاهلي ما يستحملش ان هو ينتظر على لعيب فتره كبيره عشان يرجع للمستوى. طب ما احنا انتظرنا على فلافيو فترة طويلة جدا من الزمن، سنة فترة سنة ما جابش فيها غير جون في المحلة بظهره يعني بالصدفة كمان بالصدفة. فانتظرنا عليه سنة وفلافيو بعد كده واحد من انجح المدربين اللي مش اسطورة مش في مصر، مش في الاهلي بس، في مصر كلها أكيد. واحد من انجح المحترفين اللي طبعا. طيب احنا صبرنا على ناس كتير جدا لحد ما عادوا مرة أخرى إلى مستواهم المعهود. سيبك من الفترة ديت اللي صالح جمعة يعني في مراحل شك وفي تضارب في الاراء ما بين النقاد الرياضيين وما بين الصحافه اذا ما كان مستمر او لا، بس الاهلي صبر على صالح جمعه لحد صالح جمعه ما رجع في الفتره الماضيه دي. صالح جمعه واحد من اهم البلاي ميكرز الموجودين في مصر طبعا. الى درجه ان الناس كانت بتنادي في مجرد 6 أو 7 ماتشات صالح جمعه لعبهم، الناس كانت بتنادي ان صالح جمعه لازم يبقى موجود في المنتخب في كاس الامم الافريقيه الاخيره. طيب لا الاهلي اصل هو خلي بالك هي منظومه كامله، الاهلي عنده 25 لعيب 30 لعيب 100 لعيب، لما هتصبر على لعيب او اتنين فيهم في وسط ال 25 لعيب اللي كلهم بيمروا بفتره تالق وتوهج، الاتنين لعيبه دولت هينضموا الى ال 25 لعيب الاخرين او ال 23 لعيب الاخرين وهياخدوا منهم وهيبداوا يتالقوا زيهم. اذا ما تالقوش طب ما انت عندك 23 لعيب تانيين، يعني صالح جمعه ما تالقش، عندك مجدي قفشه، عندك كان عندك ناصر ماهر الموسم اللي فات وراح يعني سموحه إعارة، عندك محمد محمود لما يرجع ان شاء الله، عندك وليد سليمان، عندك وليد سليمان في المكان ده، عندك عمار حمدي، فاهم قصدي؟ عندك عدد من اللاعبين في المكان ده يخليك لا تصبر على وليد ازارو، عندك مروان محسن، عندك اجايه دلوقتي، عندك صلاح محسن من ماتش الى اخر بيثبت ان هو كواليتي كويس جدا ويقدر يشيل خط هجوم الاهلي. لا طب ليه ما نصبر لما انت عندك 4 مهاجمين منهم واحد محتاج يتصبر عليه شويه، ليه ما نصبرش عليه لحد ما يعود بالزبط. مره اخرى او يثبت بشكل قاطع ان هو ما فيش منه رجاء فيتم الاستغناء عنه. ازارو بالتحديد محتاج جونين ثلاثه كده ورا بعض ان شاء الله هتلاقي الدنيا بالزبط. باذن الله فتح. وهي هي بدات كده في المره الاولانيه صح، جاب جون الماتش اللي هو جاب جون ده فيه هاتريك يعني هو في النجم الساحلي بالظبط قعد فتره طويله جدا ما بيجيبش، الماتش الاول ماتش يجيب فيه جون جاب فيه هاتريك، الماتش اللي بعديه قعد ما جابش حاجه، الماتش اللي بعديه جاب هاتريك تاني وبعدين انطلق بقى خلاص، فاهم قصدي؟ هو محتاج بس يجيب جون. هو لعيب كبير، لا انا بحبه على فكره، محتاج ثقه وان شاء الله ثقه ترجع له خلال الفتره الجايه. بالتالي من ضمن العناصر للاسف الاهلي خسرها خلال الفتره الحاليه والمنتخب كان عمرو السوليه اصابته في مباراه اسوان. في حاله غياب عمرو السوليه عن مباراه الزمالك، هل ممكن الغياب ده يكون مؤثر من وجهه نظرك في ظل افكار مستر فايلر وفي ظل كمان اللاعبين الموجودين في القائمه؟ بص انا عمرو السوليه بالنسبه لي في الموسم الحالي، يعني عمرو السوليه قبل كده كنت بشوف انه لعيب كويس جدا في الاهلي بس ليه بدائل. واضح انه مستر فايلر مقتنع جدا بعمرو السوليه لدرجه ان هو الوحيد اللي ما عملش روتيشن لحد دلوقتي فعلا، كل اللي حواليه بدله هو والشناوي ما عدا هو والشناوي. انا بتكلم على خط الوسط يعني حمدي فتحي طلع ونزل مكان